أحسن الله إليكم. من الإمارات الأخ عابد يقول: في سيارتي وفي الدرج أضع مصحف صغير، وذلك ردا للعين وأيضا ردا للحوادث، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا ما غير صحيح، وهذا استعمال للمصحف في غير ما أريد به المصحف، إنما يستصحبه المسلم ليقرأ به، يقرأ القرآن به عند فراغه أو عند تمكنه من ذلك للتلاوة، ولا يأخذه لدفع العين أو للحفظ، هذا حرز، هذا يعتبر من الحروز ومن الحجب، ولا يجوز هذا العمل. نعم.